التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الصخير اليوم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبحث جلالتهما العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين، مؤكدين أهمية العمل على توسيع فرص التعاون في شتى الميادين. وتناول اللقاء والأوضاع الراهنة بالمنطقة، خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة، إذ جرى التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والاستمرار بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع ويمكن الأشقاء الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم العادلة والمشروعة. هذا وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشار الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في المنامة رامي وريكات. كما حضره عن الجانب البحريني سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين. وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وعدد من أصحاب السمو الشيوخ وكبار المسؤولين في مملكة البحرين.